أجمل وأحلى فرحة عند كل عائلة وكل زوجين هن قدوم طفل جديد بينور بيتهم وحياتهم، ولكن للأسف ممكن الأم الحامل تخسر هيدا الطفل وهي الفرحة تصير لحزن كبير. اليوم مشاهدينا موضوعنا الطبي كتير مهم، عم نحكي عن الإجهاض التلقائي وقد هو مهم اليوم يا رشا، ولازم كل مرأة حامل اليوم يكون في عندها وعي أكثر بالموضوع كرمال تكتمل مرحلة الحمل بشكل طبيعي. أكيد هذه مثل ما قلتي هي فرحة أي اثنين، يعني أنه يكلل هذا الحب والزواج بالطفل اللي هي نعمة الرب لنا، ولكن حالات كثير من الإسقاطات ممكن تصير عند المرأة، وطبيا معروفة أنه هي عدم نمو الجنين بشكل طبيعي. اليوم ضمن فقرتنا رح نتعرف على أهم الأسباب، وهل اليوم وقائيا قادرة المرأة أنه يكون في مؤشرات تشير أنه الحمل ما نو بخير. مهم أسباب كتير حيخبرنا عنها دكتورنا لليوم، وأكيد حنحكي بالأعراض والعلاج مع ضيفنا لليوم وهو الدكتور رفائيل عطلة أخصائي بالأمراض النسائية والتوليد. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. خلينا هيك عم نحكي عن موضوع كتير حساس اليوم للمرأة الحامل والجنين، خلينا نتعرف نحن والمشاهدين شو نقصد بالإجهاض، هل هو في له أنواع معينة أو أسباب معينة؟ خلينا نوضح أكثر. طبعا كلمة الإجهاض هي تعني أنه حدوث فقدان لمحصول الحمل، خلينا نقول قبل الأسبوع 20 من الحمل، لأنه بس تجاوزنا الأسبوع 20 من الحمل معناتها صار اسمه ولادة باكرة. فلذلك نحن كلمة الإجهاض هي حدوث فقدان لمحصول الحمل قبل الأسبوع 20 من الحمل. هلا بداية لازم نعرف أنه تقريبا 15-20% من كل الحمول يحدث فيها إجهاض، وهذا الرقم ما هو رقم قليل، يعني تقريبا 15-20%، يعني كل 5 سيدات حوامل راح يصير عندهم واحدة منهم راح يصير عندها إجهاض. فلذلك نحن لازم تكون معظم النساء على بينة إنه بهذه الأرقام، لأنه ممكن كثير من النساء بس يصير عندهم إجهاض لمرة واحدة ممكن تقوم الدنيا بتقعد، يعني تبلش تبحث عن الأسباب، تبلش تبحث عن التحاليل، شو لازم ساوي وشو لازم أخذ بشان ما تتكرر، وقصص كتيرة، وبالإضافة إلى كتير من الحالات اللي ممكن المحيط خلينا نقول يعطي أفكار خاطئة عن هذا الموضوع. هو الموضوع كله فقط هو دعم نفسي، وفقط لازم تكون السيدة على دراية بأنه في نسبة كبيرة من الحمول تقريبا عم تصير فيها إجهاض. هلا ليش عم يصير إجهاض؟ في له أسباب كثيرة، يعني أسباب قد تكون لها علاقة بالجنين نفسه، أسباب قد تكون لها علاقة بالأم، وفي أسباب قليلة قد يكون الأب له دور بهذا الموضوع. هلا غالبا 60-65% من الأسباب الإجهاض تكون متعلقة بالجنين نفسه، و يعني أنا بدي أوصل لفكرة إنه الحمل اللي كويس غالبا بيكمل ولو شو ما عملت هاي السيدة، والحمل السيء غالبا بيصير فيه إجهاض ولو كانت متسطحة بالسرير وما عم تتحرك. يعني فلذلك الحمل السيء القصد فيه انه انا عندي صار في عندي القاح النطفة البيضة، صار عندي صبغيات معينة، صار في خلل في انقسام الصبغيات، هدول الله سبحانه بيعمل نوع من الفلترة. يعني نحن لو ما في عنا في إجهاض بالحمول ونسبة 15-20% من الحمول، كنا شفنا بالشارع نسبة كبيرة من التشوهات ومن الإعاقات. فلذلك خلينا نقول النسبة العظمى من الإجهاضات التي تحدث فغالبا بتكون بسبب وجود خلل في تطور هذا الجنين، وهي أنا برأيي هي نعمة الله أعطيها للحمل، مشان خلينا نقول ما بدنا نوصل لمرحلة في عنا إعاقات كثيرة وعنا تشوهات كثيرة موجودة ضمن حياتنا اليوم. طيب دكتور، حضرتك ذكرت أسباب عامة لموضوع الإجهاض عند المرأة، واليوم في أنواع أيضا للإجهاض، هل اليوم الأنواع عم تتعلق عم يكون السبب واحد؟ فينا اليوم نحن نعمم جميع الأسباب اللي ذكرتها على أنواع الإجهاض أو لكل حالة سبب معين؟ في حالات متعددة، أنا ذكرت بالبداية الأسباب اللي تتعلق بالجنين، يكون في مشكلة بالجنين نفسه، في أسباب قد تتعلق بالأم، يعني مثلا خلينا نقول أحد أهم الأسباب هو وجود خلينا نقول الورم الليفي أو وجود عدة أورام ليفية ضمن الرحم
وخاصة إذا كانت في أماكن ضمن تجويف الرحم هي ممكن تعمل إجهاض. في أسباب تانية، خلينا نقول إذا كان في عندي مثلا شذوذ بالرحم، يعني مثلا في عندي رحم ذات الحجاب، كمان هاي الرحم ذات الحجاب ممكن تعمل إجهاض. هاي أسباب خلينا نقول إلى علاقة بالأم، خلينا نقول ممكن التهابات بطانة الرحم كمان ممكن تعمل إجهاض. هلا بالنسبة للرحم وكذا، كمان في من الأفكار الخاطئة إنه انقلاب الرحم، وهذا كثير شائع عند النساء ودائما بيحكوا فيه، وللأسف في كثير من الأطباء كمان بيدرجوا هاي الفكرة إنه بيصوروا بالإيكو الرحم مقلوبة، تمام؟ وتبلش الأفكار والوساوس عند هاي السيدة إنه الرحم المقلوبة معناتها هي سبب الإجهاض، الرحم المقلوبة هي سبب. شو معناتها بالمصطلح الطبي دكتور؟ هلا المصطلح دائما الرحم بيكون بشكل اعتيادي ذو انقلاب أمامي. تمام؟ هلا في نسبة ممكن 20 ل 25% أو أقل شوي بتكون الرحم ذات انقلاب خلفي، وما إلى أي مدلولات مرضية إلا بحالات قليلة كثير. وهذا الشيء ممكن يكون بشكل روتيني عفوي، لذلك حتى الأطباء للأسف إنه عم يدرجوا هاي الفكرة. أنا وقت عم صور بالإيكو وبشوف رحم ذات انقلاب خلفي، ما عندي أي مشكلة وما عندي أي سبب وما في أي مشكلة معينة، أنا ما في داعي أخبر هاي السيدة بموضوع الانقلاب الخلفي، تعمل لها هاجس، لأنه ممكن يعمل لها هاجس صحيح. فلذلك هاي من الأسباب اللي كنت عم بحكيها أنا اللي ممكن يكون لها علاقة بالأم. وفي أسباب كمان لها علاقة بالأب تؤدي إلى الإجهاض، قد تكون أسباب خليلة لها علاقة ب خلينا نقول بالموضوع المادة الوراثية الموجودة بالنطفة، بتكسير المادة الوراثية، شغلات دقيقة جدا، قد يكون الأب له دور في بالإجهاض. ولكن إذا أخذنا الأسباب الرئيسية تتعلق غالبا بالجنين، ومثل ما ذكرت بيكون في خلل بانقسام الصبغيات، وبرجع بأكد على شغلة واحدة، الإجهاض فيني أقول في معظم حالاته هو نعمة، لأنه نحن معظم حالات الإجهاض عم تكون على أجنة ذات صبغيات فيها مشكلة، فلذلك هي نعمة وما لازم أي سيدة تكون متضايقة وقت يكون يصير إجهاض، لأنه غالبا أنه نحن نكون خلصنا من جنين في مشكلة معينة ممكن يعمل إعاقة بالمستقبل. طيب دكتور، يعني من الأسباب، خلينا ننتقل مباشرة للأعراض، شو هي الأعراض أو الدلالات أو الإشارات يلي بتدل السيدة الحامل اليوم أنه في عندها مشكلة ممكن تؤدي للإجهاض؟ خلينا نوعي أكثر بهذا الموضوع. هلا بالثلث الأول من الحمل غالبا النزف أو التمشيح الدم اللي بيكون بالثلث الأول من الحمل هو أهم الأعراض اللي ممكن تعطي فكرة أنه ممكن، طبعا هو وجود دم بالثلث الأول من الحمل مع جنين بمعنى بضان، نحن بنسمي هاي الحالة هي تهديد للإجهاض، تمام؟ هلا الإجهاض شو هو؟ معناتها فقدنا نحن محصول الحمل، معناتها صار في عندي نزف، زاد هذا النزف اللي عم يكون تهديد بالإسقاط، زاد لمرحلة لخسارات كبيرة، وبلش يصير في عندي إجهاض. الإجهاض له نوعين، إجهاض ناقص وإجهاض تام. الإجهاض الناقص هو عم ينزل الجنين وممكن ينزل جزء من المشيمة، بيضل في بقايا معينة بنسميها إجهاض ناقص. في عنا إجهاض تام هو وقت يكون عندي خروج لمحصول الحمل بشكل كامل، إن كان الجنين أو حتى المشيمة معه كمان بيخرجوا بشكل كامل من الرحم. طيب دكتور، اليوم خلينا نحكي بموضوع الامرأة اللي عندها حمل وتم يعني الإسقاط ورجع صار عندها حمل ثاني، هل اليوم هي قادرة تعمل تحاليل، تعمل صور تتأكد انه اليوم في سلامة للحمل، او ممكن ما تتعرض لهذا الإسقاط مرة ثانية؟ هلا انا بس رح اعطي رقم، يعني انا السيدة الذي حدث عندها إجهاض لمرة واحدة، احتمال الحمل الثاني بيكمل وما يكون في أي مشكلة هو 90%. فلذلك فقط 10% ممكن تتكرر الحالة عنده. هلأ ممكن أعمل تحاليل؟ أنا عم بحكي بشكل علمي ما في داعي لأي تحاليل، لأنه أنا عم بحكي 90% رح يكمل الحمل بشكل نظامي. هلأ إذا سيدي عنده إجهاض لمرتين، احتمال الحمل الثالث يكمل بشكل نظامي هو 70%. كمان هو رقم عالي كتير. هلأ إذا كان عندي إجهاض 3 مرات، احتمال يكمل الحمل بشكل نظامي هو 50%. معناته نحن عم نحكي عن إجهاض لمرة واحدة، معناته أنا احتمال يكمل الحمل بشكل سليم هو 90%. فلذلك الأهم شغلة بهي الحالة هو الدعم، شرح الحالة بشكل جيد حتى تكون السيدة على بينة وعلى دراية كيف التطور رح يكون. ما في داعي لأي
تحاليل ممكن تجرى. هلا ليش ما في داعي؟ لانه حتى لو عملنا هي التحاليل النسبه العظمى من هي التحاليل ما راح تعطيني سبب معين لهذا الاجهاض. فلذلك انا برايي موضوع التوعيه والتسخيف الطبي، زياده ثقافه النساء الطبيه حول موضوع الاجهاض هو الاهم في هذه الحاله. طيب دكتور، في امراض مزمنه ممكن تسبب هي الحاله عند السيدات او تسبب خطر على الحمل، من كان سكري او امراض الغده الدرقيه، خلينا نوضح حقيقه هيدي الامراض. حتما الامراض المزمنه تؤدي الى حدوث الاجهاض، او خلينا نقول بشكل علمي تزيد من نسبه حدوث الاجهاض. سكري على راسهم، امراض الغده الدرقيه، امراض المناعه الذاتيه. امراض المناعه الذاتيه هي شغله مهمه كثير، وخاصه لها علاقه بموضوع الاضداد اللي موجوده بالجسم. الاضداد قد تهاجم هذا الجنين، او قد تؤدي الى تشكيل خسارات تؤدي الى نقص التربيه لهذا الجنين ويؤدي الى الاجهاض. هلا من اهم الحالات في متلازمه تدعم متلازمه اضداد الفوسفوليبيد، هي بتعمل اضداد معينه ضد الجنين وبتعمل خسارات، فلذلك هي المتلازمة مهمة. بس هي الأمراض المزمنة وهي المتلازمات وهي القصص كلها نحن ما بنبحث عنها بشكل كامل إلا إذا صار عندي 3 إجهاضات أو أكثر. قبل 3 إجهاضات ما نفكر أبدا نهائيا بالموضوع. هلأ أنا بين الشغلات المزمنة اللي عم تنحكى لازم ركز على موضوع الوزن الزائد. كثير من السيدات بيكون وزنهم زائد وقت بلش الحمل، أو خلينا نقول وزنهم فوق المعدل الطبيعي عند حدوث الحمل. حدوث وجود الوزن الزائد يؤدي إلى وجود أكسدة زائدة. هاي الأكسدة بتزيد من موضوع الإجهاض. فلذلك موضوع الوزن الزائد هي فكرة، موضوع كسب الوزن الزائد خلال الحمل كمان فكرة تانية ممكن تزيد من معدلات الإجهاض، وهي شغلات اللي كتير من السيدات ما بيفكروا فيها نهائيا، خاصة نحن وقت نحكي بفكرة التخطيط للحمل. في كثير من السيدات وزنهم فوق المعدل وما بيفكروا نهائيا بينزلوا الوزن قبل الدخول للحمل، لأنه هذا بيخفف كثير من معدلات حدوث الإجهاض عند هدول السيدات. طيب دكتور، اليوم كل مرض يعني نحن بنعرفه له طرق للعلاج، هل اليوم الإجهاض عند السيدة ممكن اليوم الدكتور يروح معه برحلة علاجية حسب نوعه أكيد؟ هلا برجع باكد على شغله، انا كنت عم بحكي على اجهاض لمره واحده، لا يحتاج لعلاج، لا يحتاج الا لدعم لهذه السيده. هلا نحن بنسمع كثير على المثبتات، نادرا ما تكون هذه المثبتات للحمل هي المنقذ لهذا الحمل. هلا ممكن تقولي لي والله في وحده اخذت وصار اسقاط، صح، وصار اسقاط، او اخذت وكمل الحمل. هلا اذا اخذت وكمل الحمل هذا لا يعني انه هذا المثبت هو اللي خلى هذا الحمل يكمل بشكل، ممكن اذا ما اخذت شيء راح يكمل. لذلك فكره المثبتات كمان، وكمان خلينا نقول الوصفات الكثيره اللي تخرج من الاطباء حول موضوع المثبتات كمان هي لازم تخف شوي، خاصة إذا كان عندي الإجهاض لمرة واحدة. طيب دكتور، كمان بنسمع إنه طبيعة النظام الغذائي بتأثر اليوم على الإجهاض، خلينا نوضح هي النقطة. هلا النمط الغذائي برجع بأكد، إذا ما كان في عندي وزن زائد النمط الغذائي نادرا ما يأثر، نادرا ما يكون له تأثيرات على الإجهاض. برجع بأكد أغلب حالات الإجهاض، أغلب حالات الإجهاض إلى علاقة بموضوع الخلل الصبغي عند الجنين. فلذلك نادرا ما يكون، كل شيء حالات ثانيه هي تعتبر حالات قليله كثير، يعني ذكرنا الامراض المزمنه، اذا كانت تشوهات الرحم، او خلينا نقول شذوذ في التهاب بطانه الرحم، هي الشغلات كلها، او الاضداد او الخسارات، هي الحالات كلها هي حالات قليله. معظم اسباب الاجهاضات هي اجهاض يتعلق بخلل بهذا الجنين نفسه يعني. طيب دكتور، اليوم مثل ما في علاجيا، هل اليوم وقائيا السيدة اللي عندها حالات اسقاط متكررة، هل اليوم في نصائح وقائية لها يعني انه ممكن تتخذها قبل الحمل او لا؟ هلا فينا نتخذها، بس خلينا نميز بين كلمتين، بين كلمة اجهاض بين كلمة اجهاض متكرر. نعم. هلا كلمة اجهاض انا ذكرت لمرة واحدة، لا داعي للتحاليل، لا داعي للأدوية، فقط نحتاج دعم وتسقيف طبي لهذه السيدة.
هلا وقت صرت انا بمصطلح اجهاض متكرر، نعم، معناته انا هون قبل ما بلش الحمل لازم ادخل في نظام تحاليل معينه لاكشف سبب هذا الاجهاض المتكرر. صحيح ممكن في كثير حالات ما بيطلع لي سبب، تمام، بس انا لازم ممكن يطلع لي اسباب لها علاقه بالاضداد مثل متلازمه اضداد الفوسفوليبيد، العلاقه بالخسارات، هدول ممكن ياخذوا علاجات معينه قبل حدوث الحمل. فلذلك ضروري كثير نميز بين كلمه الاجهاض وبين كلمه الاجهاض المتكرر. الاجهاض المتكرر معناته انا دخلت في مصطلح طبي اخر، يجب ان استقصي مخبريا ممكن احط العلاج المناسب او خلينا نقول الوقايه المناسبه، يعني من قبل حدوث الحمل او اثناء حدوث الحمل ممكن اعطي علاجات معينه اذا طلعت عندي شيء مؤشرات غريبه بالتحاليل اللي عملتها بحاله الاجهاض المتكرر. تمام دكتور، في حال صار مضاعفات بالاعراض كيف ممكن تتصرف اليوم المراه الحامل بالبيت قبل ما تتوجه للطبيب؟ اي عارض او اي مشكله ظهرت عندها كيف تتصرف سليميا قبل التوجه؟ هلا خلينا نقول موضوع الاجهاض بالذات وخاصه في بدايه الحمل اول 6-7 أسابيع نادرا ما تكون حاله اسعافيه، يعني حتى لو صار اجهاض ما بيحاج راح يكون الاجهاض ممكن يصير بالمنزل، بينزل محصول الحمل كله بشكل كامل، يعني ما بيستدعي اي مراجعه للمشفى يعني. هلا وقت يكون الحمل بين 8 11 اسبوع 12 اسبوع صار اجهاض، هون حالي قد تكون شوي اشد وممكن يكون في عندي نزف شوي غريب، فلذلك هون بده مراجعه مشفى او الطبيب. اما قبل السبع اسابيع غالبا راح يكون الاجهاض هو اجهاض كامل بينزل كله بشكل كامل ولا يستدعي اي اسعاف في هذه الحالة. أكيد دكتور، معلومات جدا مهمة ذكرتها حضرتك، ودائما بنقول بالصحة والسلامة لجميع السيدات. شكرا لحضورك اليوم ويومك حلو. أكيد أكيد بالختام نشكرك كثير الدكتور رفائيل عطلة اختصاصي بالأمراض النسائية والتوليد. أهلا وسهلا دكتور، نورتنا. أهلا وسهلا.